بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اللاعب النرد فكأنما صبغ يده بدم خنزير. في رواية أخرى: اللاعب النرد فكأنما غمس يده في دم خنزير ثم توضأ به. ذكره ابن كثير في تفسيره. النرد اللي هو الزهر، أي لعبة فيها زهر لو لعبتها، زي الطاولة، زي الدومينو، زي بنك الحظ، زي السلم والثعبان، من الكبائر بل من أكبر الكبائر. مش كده وبس، الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والإمام الألباني: من لعب النرد فقد قامر، يعني لعب قمار، حتى لو من غير فلوس، يعني حتى لو لعبت من غير فلوس. بالكوا بقى بالناس اللي بتلعب بفلوس كمان. النرد من أفعال الكفار في الجاهلية، وما تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لعب النرد فقد عصى أبا القاسم، يعني عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. ف ده مش كده بس، سيدنا عبد الله بن عمر لما كان بيدخل على أهله ويلاقي عندهم الكوبة، الكوبة اللي هي لعبة النرد، كان بيمسكها يكسرها. لذلك إياك أن تلعب، لذلك لو عندك اللعبة دي في البيت خلص منها فورا. السلم والتعبان، الدومينو، ويدخل في هذا الشطرنج. علي سيدنا علي بن ابي طالب قال: الشطرنج اشر من النردشير، او النرد اشر من النردشير. والامام مالك سئل، وده راي جمهور العلماء، قليل جدا من العلماء اللي اجاز الشطرنج، كل جمهور الفقهاء على تحريمه. سيدنا علي بن ابي طالب قال: مر على ناس بيلعبوا شطرنج، قال انهم عاكفون على اصنام ولا حول ولا قوه الا بالله، والعياذ بالله. يعني الناس اللي بيلعبوا الشطرنج دول ناس عاكفين قدام اصنام. ف المساله في منتهى الخطوره. كل انسان يتقي الله سبحانه وتعالى، طب فورا عن لعب الطاوله او الدومينو، وبعض العلماء ادخل الكوتشينه في الموضوع، في اللعب. فلو عندك الالعاب ديت في البيت تخلص منها فورا. ف كل انسان يتوب الى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الاوان. فلعب هذه الالعاب من اكبر الكبائر. فاللي بيلعب طاوله او بيلعب دومينو كانه بيلعب قمار، و كانه غمس ايده في دم خنزير وتوضأ به، فاذا المساله في منتهى الخطوره. فكل انسان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. وانا هكتب لكم الاحاديث بالتفصيل في الوصف بتاع الفيديو. سخون شروه نشر هذا العلم في صبر. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.